وضيع قلبي. صباح الخير يا ابو عبيد. يا صباح النور يا بهجت، شو لاقيك مروي وتمام؟ معناتها اطمنت على اللي كان شاغل بالك امبارح. الله لا يشغل لك بالي يا ابو عبيد، نوقه الحمد لله. ايه منيح لك كان. حمد لله عزماتك وشوف لي هالكاسات وهالفناجين كله بده غسل، نظفهم هون وشعل الغاز وحط لي الاباري عليه. هذا عيد يا ابو عبيد، هذا عيد. يلا. شوف هاي الحنفية ما تنقط. منزوعة، اتركها. بس هاي إذا تركتها بتظل ما تنقط، حرام هاي المي ما تروح. يا سيدي تنقط. شو عم ندفع حق المي من جيبتنا؟ المي على المديرية. هيك مكتوب بعقد استثمار البوفيه. بس نحن يا معلمي ما بنخسر شيء إذا ركبنا لها جلدي وبطلت تنقط، هاي المي حرام ما تروح، البلد بدها مي. هلا التهي بشغلك واترك هم البلد لغيرك. سياسي الأخ. حتى شلونك مستكثرها مستكثرها ما بيقولهاش يلي بحبه ضيع قلبي ضيع قلبي. ايوه ايوه ايوه. الو، اهلين استاذ ماهر، ابو قاسم معك. ايه من عيوني، على راسي على راسي. لا لا على طول على طول. يا بهجت. نعم علمي. صب كاستين شاي وخذهم للاستاذ ماهر. مو على راسي، احلى كاستين شاي. عرفت مكتبه مو هيك؟ مكان. ابني عليك. ابني عليك. استكثرها ما بيقلهاش اللي بحبه ضيع عمري. ضيع عمري ورحت ببلاش. رحت ببلاش. ببلاش. صباح الخير. اهلين وسهلين. اهلين. شلون شايك اليوم؟ صباح الخير. اكرك عجم، شو احلى شايات رح تذوق اليوم. تعال عندي، تعال هون. وقف هون. ممكن تفسر لي شلون عرفت انه المدير العام كان عم يستناني؟ مبيني مكتوب على جبينك. كمان ما فهمت. شو ما بتعرف تقرا؟ راهن هون. استاذ؟ نعم. لحظة بالله. شو ما بيعرف يقرا؟ اقرا لي استاذ، شو مكتوب هون؟ ما مكتوب شيء. اقرا منيح، شو ما بتعرف تقرا؟ اقرا منيح. اقرا انت لشو؟ لك ايه ها، شوف اوكي. ساسافر الى اوروبا خلال 6 اشهر. ها واي الرايك. وشو مكتوب كمان؟ قلي قلي. صاير جبينك في وكاتبينها سطر ا سطر لا، ومشان هيك مش واسع كلام اكثر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. سامحني لحظة. شو؟ اقرا لي شو مكتوب هون؟ هون؟ مجلل الخط. بردانا كثير بردانا شو مروي هدول يا بهجة، تاخذ لي اياهم لنفس الغرفة اللي كنت فيها. مو على عيني. عرفت شلون؟ مو على مخي. تأمر أمير يا معلم، أمر بتأمر. وحب حبني هين وهين. سندويشة مو هيك؟ سندويشة حلاوة؟ صباح الخير. اهلا وسهلا. تفضل. الله بعتك. شكرا. ان شاء الله صحتين وهنا. على قلبك. اخ يا ظهر يا اخ. ايه سامر، قلت لي انه المدير العام رفض يقابلك. ها اي والله، قال بده طلب المقابله يجي عن طريق التسلسل. شو القصه؟ شو القصه؟ القصه يا سيدي انه السيد المدير العام دكتاتور. إذا كان هو دكتاتور هذا ما يقول عنا يشتكي عليه. لمين بدي يشتكي؟ اشتكي للنقابي. اشتكيت وما طلع معهم شيء، مديرنا لا بيسأل عن النقابة ولا عن غيرها. اسمع لأقول لك، ما في غير حل واحد، تطلع تقابل المدير العام وتشتكي له وتحكي له، هو بياخذ لك حقه. هلا أنا مالي ناقصك. أنت ما حكيك جد، شو مفكرني ما أمزح معك؟ لكن أنا اللي عم بمزح، بقول له المدير العام بده طلب مقابلة يجي عن طريق التسلسل، بقول لي رح تقابله. انا ما قال لك خلص بتقابله بعد ربع ساعه، شو بدك غير هيك؟ انه ربع ساعه هي مثل ما قال لك. طيب بذكرك انا، شوف شلون بعد ربع ساعه بدك تقابله. ها يا انا يا احترامي سيادة المدير العام.
شو اسم الموظف؟ سامر، سامر عرفته. بس سيدي تأكدوا أنا مو ممكن عاقب حدا ظلم. بعدين سيدنا أنا مكتبي مفتوح لكل الموظفين. نعم. ماشي خلص اليوم حالا حالا. تأمروا. مع السلامة. فريال بعتيلي ولا ورا هذا الموظف سامر اللي كان عندك من شوي. شو القصة؟ ما في شيء، الأخ رايح مشتكيني عند المدير العام. معقول؟ إيه معقول. يلا هلا حنضل لك. ألو. أهلين أنسي فريال. أهلين وسهلين. سامر؟ أي موجود. خير؟ شو بتريدي منه؟ امو على راسي. تكرمي. تليفون لك سامر. الأنسي فريال سكرتيرة المدير بدها إياك. شو بدها مني هلا؟ ألو. أهلين أنسي فريال. نعم. انت متاكد من هالكلام؟ وطلب المقابله عن طريق التسلسل؟ لا 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 انا جاي فورا. مع السلامه. مع السلامه. شوفي شو صار. لك شغله بتمخوي. من ربع ساعه المدير رفض يقابلني، هلا هو طالبني لعنده. بس يا ترى لشو طالبني؟ لشو ما كان، المهم هي اجتك الفرصة لتقابله وتدافع عن نفسك. مظبوط. ادعي لي. موفق. عفوا ما صار له خمس دقائق صدق كلامه. صدقني يا استاذ انا بريء. انا ما لي علاقة بكل القصة اللي صايرة. فعلا انت بريء. انا من شوي اطلعت على ملف القضية وثبت لي بالدليل القاطع انك بريء. منشان هيك خليتهم يعملوا لك كتاب طي للعقوبة. شكرا. هذا واجبي. سيد سامر انا بيهمني انه ما حدا يتعاقب ظلم بمديريتي وان المسيء الفعلي هو اللي ينال جزاؤه. كمان شكرا استاذ. بس بقى انا عتبان عليك بشغلتين. اولا لانك ما اجيت لعندي وشرحت لي موقفك ودافعت عن نفسك. استاذ انا اجيت لعندكم بس حضرتكم يعني رفضتوا تقابلوني. لا لا مو هيك بالضبط. القصه انه انا كنت زعلان منك لاني كنت مفتكر انك انت المسيء الفعلي، منشان هيك رفضت اني قابلك. طيب شلون بدكم تسمعوا رايي اذا ما بدكم تقابلوني؟ ثانيا شو يعني يا سيد سامر اذا اجتك عقوبه صغيره بالغلط؟ ضروري توصلها للمدير العام؟ يعني كنت استنى لك يوم يومين وبتخلص القصه. ايه وبعدين؟ قلت لحالي نعمه واجت من السماء، فليش لحتى ارفضها؟ خليه يحسب لي اني مدعوم. عشان مرة تانية ما يعاقبني. ها وشو قلت له؟ اعترفت له انه انا اللي حكيت للمدير العام. وما سألك منين بتعرفه؟ لك سألني وجاوبته وقلت له قرايب حماتي. وبعدين؟ ولا قبله. بس اتصور صار بده يتوسط عندي مشان امدحه قدام المدير العام. طيب اذا اجيت للجد شو عرفوا المدير العام بعقوبتك حتى يتصل بمديرنا؟ بعدين مين انت حتى المدير العام يتواصل لك ولك انت يا حي الله شقفة موظف ملزوق ورا هالطاولة؟ يعني مثل عرمشت العرموط، لا بيحل ولا بيربط. انا سألت حالي هالسؤال ألف مرة ما لقيت له غير جواب واحد، انه المدير العام كان عم يوصي بواحد تاني اسمه سامر، فمديرنا فكر انه انا. وبيقولوا ما في حظ. معلمي بدي اسالك سؤال. ليش هيك وسخة كثير المديرين؟ ما بيعينوش مستخدمينه؟ بيعينوا في مستخدمين كثير. بس كل المستخدمين معينهم المدير بالواسطة. من هيك ما حدا بيسترجي يقول لمستخدم نظف او مساح. بخافوا ما يكون من جماعة المدير. معقول لحالي انا. ايه هدول تاخذ لي اياهم للديوان. مو على راسي اخذ حقي؟ لا لا تاخذ، هذا بيدفع لنا اخر الشهر. الله يعين اخر الشهر على الموظف. شو بده يتحمل تا يتحمل؟ حب حبني هيل وهيل شو القذارة. عشنا